الحمد لله لقد فقس بيدي أفراخا جميلة سوف أجمع لهم الحبوب كل يوم وأطعمهم ليكبروا ويطيروا بسرعة أيتها الحمامة الضعيفة ألقي إلي واحدا من صغارك وإلا صعدت إليكم وأكلتكم جميعا فأنا ماهرٌ جداً في تسلقِ الأشجار. لن ألقي إليكِ صغيري أبداً، فافعل ما بدلك لك. مم. سوف أترككِ اليومَ لأنني لستُ جائعاً، وسوف آتي إليكِ صباحَ غدٍ لأنفذَ خطتي. ماذا افعل يا ربي لماذا تبكي ايتها الحمامه الطيبه ان الثعلب مكور يطلب مني ان القي اليه واحدا من صغاري والا تسلق شجرتي وهدم عشي واكلني انا وصغاري جميعهم يا قليله الحيله إذا جاء إليكِ هذا الثعلب الماكر، فقولي له: لن ألقي إليك صغاري، وإن كنت ماهرا كما تقول في تسلق الأشجار، فاصعد إلي، فإذا صعدت طرت أنا وصغاري إلى شجرة أخرى. ها يا لها من حيلة بارعة! جزاك الله عني خيرا أيها الصديق الطيب.

علمك تلك الحيلة البارعة أيتها الحمامة الصديق الطيب أبو قردان أيها الطائر الحكيم الذي لم أرى طائرا في ذكائه أخبرني ماذا تفعل إذا أتتك الريح عن يمينك فأين تجعل رأسك؟ هذا سؤال سهل جدا أيها الثعلب أجعل رأسي عن شمالي هكذا يا لك من طائر ذكي وماذا تفعل اذا اتتك الريح عن شمالك اجعل راسي عن يميني هكذا يا لك من طائر حكيم حقا لكن ماذا تفعل اذا اتتك الريح من كل مكان فاين تجعل راسك اجعله تحت جناحي طبعا إن ذلك صعب جداً عليك. لا بل هو سهل، سهل جداً، انظر. أخيراً وقعت بين أنيابي يا أبا الأفكار البارعة، أرني كيف تخلص نفسك. يا لغبائي نصحت غيري وعجزت أن أنصح نفسي. <applause> والمسلم ذكي العقل، يقدم النصيحة لإخوانه وأصدقائه، ولا يبخل بها عليهم، ولكن يجب عليه ألا ينسى نفسه من هذا الخير، فهو سليم الفكر، يستطيع أن يتصرف في المواقف الصعبة التي يقع فيها تصرفا حكيما، لأنه يستطيع أن يفرق بين الأشياء النافعة والأشياء الضارة، ولا ينخدع كما انخدع أبو قردان.